بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على محمد وآله الطاهرين ولعنه الله على اعدائهم اجمعين الى يوم الدين لازال حديثنا في باب الاشاره والنص على ابي الحسن الرضا عليه السلام وكنا في الحديث الخامس عشر الذي يتضمن وصية الإمام الكاظم عليه السلام، وفي هذه الوصية يبين الإمام الكاظم أن وصيه في كل أموره هو الإمام الرضا، وقد ذكرنا فيما مضى أن الوصية من علائم الإمامة. بمعنى أن الإمام إذا أوصى إلى شخص في أموره من بعده فهذه علامة أنه يبين أنه الإمام من بعده، طبعاً هذه وصية مفصلة وقد ذكرنا شطرًا منها ونكمل هذه الوصية في هذه الحلقة وقد ذكرنا أنه الإمام عليه الصلاة والسلام بيّن في هذه الوصية مطالب مختلفة ومنها بيان الموصى فيه يعني في أي شيء يوصي هذه تحتوي الوصية بيان الموصى فيه من الأموال والأوقاف والأولاد والزواجات والبنات وغير ذلك، طبعا الامام الكاظم تشريفا لسائر اولاده اشركهم في الوصيه، ولكن كان اشراكا تشريفيا، ويصرح في هذه الوصيه ان الامر كله بيد الامام الرضا. إن شاء أبقاهم وإن شاء عزلهم ولا يحق لهم أن يتصرفوا من دون إذنه ويحق لهم ويحق له أن يتصرف من دون استشارتهم فجعلهم ضمن الوصية هذا تشريف وتنويه لهم زين الإمام عليه الصلاة والسلام يقول في وصاياه الماليه فان احب ان يبيع او يهب او ينحل او يتصدق بها على من سميت له وعلى غير من سميت فذلك له لان الامام كما ذكرنا اوصى بثلث امواله الوصيه في الثلث من حق الإنسان. أما ما زاد على الثلث فهذا من حق الورثة. يعني إذا واحد عنده أموال يوصي بأن بعد وفاته كل أمواله مثلا تعطى لزيد أو يوصي بأن كل أمواله يتصدق بها على الفقراء. إلى حد الثلث وصية نافذة لا يحق للورثة تبديل الوصية إلى حد الثلث فإنما إثمه على الذين يبدلونه. الوالد وصى بالثلث أو وصى بالكل لكن إلى حد الثلث الشارع يقول هذا الثلث مو من حق الورثة. الوارث يقول هذا هذه أموال أبويا ما لها حق. الله سبحانه وتعالى الذي جعلك وارثا، الله سبحانه وتعالى يقول الوصيه الى حد الثلث نافذه، لا حق للورثه في التبديل، واذا بدلوا يقول سبحانه وتعالى: فانما اثمه على الذين يبدلونه، وما اكثر الناس من الورثه الذين يخالفون الوصيه. أموال أبوك، صحيح أموال أبوك، لكن هي أموال الله سبحانه وتعالى، أبوك مجازاً وبالعرض كان مالك، لأن الله سبحانه وتعالى المالك الحقيقي أعطاه هذه الملكية الاعتبارية. ثم الله سبحانه وتعالى يقول للورثة كذا، وللوصية إلى حد الثلث، والوصية إلى حد الثلث أيضاً نافذة. لكن إذا الوصية كانت أكثر من الثلث، هذه الزيادة من حق الورثة. إن شاءوا أجازوا، لأنه من أموالهم. الوالد وصى بكل أمواله. إلى حد الثلث نافذ. أكثر من ذلك نراجع الورثة. الورثة هم أثرياء، يقولون مو مشكلة. إحنا نتنازل عن حقوقنا، لا بأس. الإنسان يتنازل عن حقه المالي. ما يريد يتنازل عن حق المالي أيضا من حقه فلذا الإمام الكاظم هنا يقول بالنسبة إلى الثلث من أمواله التي الذي جعل الإمام الرضا عليه الصلاة والسلام وصيا فيها يقول هو في هذا الثلث شنو يريد يتصرف إلى الحق سائر الورثة لا حق لهم في الاعتراض لذا يقول فإن أحب بالنسبة إلى هذا الثلث أن يبيع إلى حق أو يهب يعطي هدية هبة إلى حق أو ينحل النحلة أيضا نوع عطية لكن أحيانا العطية تكون مستساغة جدا يسمى نحلة مشتقة من النحل كأنه العسل مثلا لأن لاستساغتها أو يتصدق بها يدفعها صدقة على من سميت له وعلى غير من سميت له يعني الذين ذكرتهم أنه إذا تحب تتصدق على هؤلاء لا بأس ما تريد تصدق على غيرهم يعني أعطاه الاختيار التام والكامل في التصرف في الثلث لأنه أحياناً المورث يعين مصرف خاص للثلث يقول ثلث مالي يصرف في بناء مسجد في بناء حوزه في اطعام الفقراء في دفع تكاليف مثلا الايتام لدراستهم او لحياتهم الوصي لازم ينفذ تلك الوصيه بحذافيرها احيانا موصي المورث يوصي بطريقة اللي هذا الوصي يكون إلى الاختيار يقول أنا ثلث أموالي أريد في أمور الخير هسه هاي أمور الخير شنو متروك مثلا للوصي يريد يبني بمسجد مسجد يبني بحسينية يدفع تكاليف دراسة أيتام مثلا يأسس مشروع ديني مشروع اجتماعي وما إلى ذلك هذا متروك إلى الوصي هذا أيضا نوع من الوصية ولا به لأن الوصية ما دام هي ضمن الضوابط الشرعية تنفذ بعد ذلك الإمام الكاظم يؤكد وهو أنا في وصيتي في مالي وفي أهلي وولدي يعني أنا كيف كان يحق لي أن أتصرف هو كأنه أنا يتصرف كما يشاء ولا حق لاحد ان يعترض على تصرفه. زين. الامام الكاظم ضمن الوصيه ذكر ان الوصي هو ابنه علي عليه السلام الرضا وايضا اشرك إخوته في الوصية إشراك تشريفي يأكد لذا يقول وإن يرى أن يقر إخوته الذين سميتهم في كتابي هذا أقرهم يبقيهم ليكونوا أيضا أوصياء معه تشريفا له ذلك وإن كره فله أن يخرجهم إذا لا ما يطلعهم من الوصيه، يعزلهم. ليش هكذا الامام يؤكد؟ من طرف تشريف لهم اشركهم في الوصيه. من طرف اخر يريد لا يعترضون على الامام الرضا عليه الصلاه والسلام. لذلك جعل امر اقرارهم او عزلهم الى الامام الرضا عليه الصلاه والسلام. حتى اذا واحد مثلا فكر في الاعتراض على الإمام الرضا عليه الصلاة والسلام يشوف ما إلى مجال طبعا أبناء الإمام موسى بن جعفر عليه الصلاة والسلام هؤلاء كلهم لهم مناقب ولهم فضائل الشيخ المفيد في الإرشاد يذكر لكل واحد من أبناء موسى بن جعفر عليه السلام منقبة وفضيلة مشهورة كانوا من الأخيار كلهم بلا استثناء. لكن بالنتيجة لم يكونوا معصومين باستثناء الإمام الرضا عليه الصلاة والسلام. لذلك الأب الشفيق بأولاده يسد أبواب الشيطان عليهم. بس يمكن واحد يطلع مثلا مثل ابن نوح. نوح عليه الصلاة والسلام نبيٌ من الأنبياء وهو أول أنبياء للعزم أنبياء للعزم هم أفضل الأنبياء وهم نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ورسول الله صلى الله عليه وآله محمد هؤلاء الأنبياء للعزم أفضل الأنبياء وأول شريعة كاملة كانت شريعة نوح إلى أن نسخت بشريعة إبراهيم وهكذا نبي الله وقطعا هو ما مقصر في تربية ابنه لكن الله سبحانه وتعالى يقول إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح زين يمكن ذلك يتكرر بالنسبة للآخرين أبو لهب عمى النبي صلى الله عليه وآله نزلت سورة كاملة في ذمه وذم زوجته تبت يد أبي لهب أبناء الأئمة عليهم الصلاة والسلام. واحد منهم معصوم الإمام اللاحق، البقية مو معصومين. لذلك الأئمة عليهم الصلاة والسلام كانوا يربونهم أحسن تربية ويحاولون إغلاق باب الشيطان عليهم. لأنه هو مو معصوم معرض، كل إنسان غير معصوم معرض. وهذا أيضاً من إغلاق باب الشيطان عليهم. هم ناس أتقياء عظماء لكن ليسوا بمعصومين يمكن الشيطان يسول لهم لذا الإمام الكاظم عليه الصلاة والسلام أغلق باب الشيطان عليهم بطريقة أنه ما يقدر يعترض على الإمام الرضا عليه السلام لأنه يدري أن زمام إبقاء في الوصية أو إخراجه عن الوصية بيد الامام الرضا عليه الصلاه والسلام. لذلك يقول: وان يرى ان يقر اخوته الذين سميتهم في كتابي هذا اقرهم اله وان كره فله ان يخرجهم غير مثرب عليه ولا مردود، التثريب شنو معناه؟ التثريب يعني التوبيخ، التقريع. احيانا الانسان يعفو عن شخص لكن يعاتبه يذمه يقرعه وأحيانا لا يعفو عنه ولا يذمه يوسف على نبينا وآله وعليه الصلاة والسلام عندما عرفه اخوته وهو عزيز مصر ماذا قال؟ قال لا تثريب عليكم اليوم من طرفي أنا ما ألومكم عفا عنهم ولم يذمهم هنا الإمام الكاظم عليه الصلاة والسلام يقول إذا عزل إخوته أو من شاء منهم غير مثرب يعني ما له حق واحد يعترض عليه يوبخه يقرعه لا ولا مردود ما له حق واحد يجي يرفض هذا العزل لا تقدر ترفض هذا العزل، ولا تقدر انه تقبله ولكن مع ذم، مع عتاب، ما لك حق. زين. الامام الكاظم يؤكد ايضا: اذا عزل واحد منهم يريد يرجعه، يقدر يرجعه. هذا ايضا تاكيد على ان الوصيه للامام الرضا عليه السلام. وأيضا تشريف لهم إذا واحد أخطأ مثلا عزلته هسه باشر أراد أن يعدل تصرفاته أرجعه إحنا أحيانا مثلا واحد يسيء التصرف إلينا نقطع الصلة الآن تندم شوية كبر صارت له تجربة مثلا شاف عمله خطأ أو الظروف تبدلت وإنت مغير أيضا أرجع العلاقة معه على ما كانت عليه فإن آنس غير الذي فارقهم عليه فأحب أن يردهم في ولاية فذلك له عزل لأجل مثلا شافه مو مناسب لكن باتشر أو في فترة أخرى أراد أن يرجعه مو مشكلة أرجعها هذه بالنسبة إلى الوصية في الأموال تجي الوصية بالنسبة إلى البنات الإمام الكاظم عليه الصلاة والسلام من زواجات شتى وأمهات أولاد شتى إلى أولاد وبنات يعني حوالي 18 ابن أو 17 و بنت ثمانية عشر ولدا وسبعة عشر بنتا البنات لم يكن قد تزوجن في زمان الإمام الكاظم عليه الصلاة والسلام إما لصغرهن وإما لعدم وجود الأكفاء لأنه زمان بطش وإرهاب كان الأكفاء إما قد قتلوا أو كانوا في السجون أو قد هربوا وايضا الامام الكاظم كان في السجن الى ان توفي سنوات فبناته لم يكن قد تزوجنا الامام الكاظم عليه الصلاه والسلام في هذه الوصيه شنو يقول يقول المتعارف بين الناس ان كل واحد بعد والده يكون المرجع في زواج اخته من ابيه وامه. يعني اذا واحد يريد يتزوجها يراجع الى أخيها وهي تملك امرها لاخيها، هذا المتعارف يعني. اذا الاب حي الناس يرجعون الى الاب. والاب هو طبعا ما يلحق ان يفرض ويجبر ويجبر بنته على الزواج من احد. لكن بالنتيجه باعتباره اب يشوف المصلحه يقترح على البنت وعاده البنت تقبل راي ابيها. هسه الاب مات الناس يرجعون الى من؟ يرجعون الى اخوه البنات. زين الامام الرضا عليه الصلاه والسلام من السيده تكتم عليها السلام، امه تكتم. هناك اخوه للامام الرضا عليه الصلاه والسلام. من امهات اخريات ذولاك الاخوة لهم اخوات ايضا من امهاتهم. المتعارف شنو هو؟ كل اخت اذا يردون يزوجوها يتزوجوها يراجعون اخاها من ابيها وامها. الامام الكاظم عليه الصلاة والسلام يقول لا اذا بنت من البنات تريد تتزوج. فامرها الى الامام الرضا عليه السلام، حتى لو هي مو شقيقه يعني من ام اخرى، ما يحق للاخوه ان يزوجوا اخواتهن من دون استشاره الامام الرضا عليه الصلاه والسلام. طبعا بين قوسين نذكر في بعض المناطق متعارف ان الاب او الاخ يزوج بنته أو أخته بدون أن يستشيرها وبدون أن يأخذ رأيها طبعا الأعراف الاجتماعية أحيانا تفرض على البنت أن تقبل وهذا ما يجوز شرعا حتى الرسول صلى الله عليه وآله حينما أراد أن يزوج فاطمة عليه السلام من أمير المؤمنين عليا عليه الصلاة والسلام بأمر من الله يعني الله أمر أن يزوج النور بالنور يزوج فاطمة من علي عليه الصلاة والسلام لجريان السنة الرسول جاء واستأذنها هل ترغبين في الزواج من علي عليه السلام فسكتت وسكوت البكر رضاها الرسول قال الله أكبر سكوتها رضاها يجي واحد يقول انا هاي بنتي انا اولدتها انا ربيتها انا صرفت عليها انا اعرف بمصالحها فازوجها رغما على انفها لا ما يصير هذا هذا خلاف سنه الرسول صلى الله عليه واله نعم بالاقناع انه فلان مناسب كوفو له صفات كذا وكذا وكذا ترغبين في زواج الزواج منه طبعا عادة البنات يقبلنا الراي برغبه لكن اذا كرهت لا يحق لها ان يكرهها على ذلك لذا الامام الرضا عليه الصلاه والسلام الامام الكاظم جعله وصيا في كل اخواته حتى غير الشقيقات وان اراد رجل منهم يعني من اولاد الامام الكاظم ان يزوج اخته فليس له ان يزوجها الا باذنه وامره، يجي يستاذن الامام الرضا عليه السلام، فانه اعرف بمناكح قومه، المناكح جمع منكح يعني موضع النكاح، من هو الكفو؟ من هو المناسب؟ الامام الرضا اعرف منهم، هو الاكبر من جهه، من جهه اخرى هو الامام. والامام لا يخطئ، واعرف الناس بكل الامور. هذا ايضا قسم من اقسام هذه الوصيه، زين بعد ذلك الامام الكاظم عليه الصلاه والسلام يبين انه اذا واحد منع عن هذه الوصيه شنو حكمه؟ واي سلطان يعني حاكم أو أحد من الناس كفه عن شيء طبعا هو الواضح أنه في أمثال هذه الوصايا الناس أو الحاكم ما يمنع من تنفيذ الوصية واحد وصي في أمواله الخاصة في زوجاته في بناته من الذي يمنع عادة اللي يمنع عادة هم الورثة والأقرباء فالمقصود شنو هو؟ المقصود تنويه والتنبيه لسائر الاولاد انه لا تمنعوا عن الوصيه، لكن بطريقه الامام عمم الكلام حتى يكون نوع احترام لهم ايضا. واي سلطان او احد من الناس كفه يعني منعه عن شيء او حال بينه وبين شيء مما ذكرت في كتابي هذا وصيه مكتوبه كانت. أو أحد ممن من ذكرت يعني سواء من الأمور أو من الوصايا بالنسبة إلى البنات والزوجات فهو من الله ومن رسوله بريء. هو هذا بسبب تصرفه ومخالفته للوصية بريء من الله ورسوله لأنه خالف حكما من أحكام الله سبحانه وتعالى فمن بدله من بعد ما سمعه فإنما إثمه على الذين يبدلونه. والله ورسوله منهم منه براء يعني هو بريء منهم وهم بريئون منه وعليه لعنه الله وغضبه ولعنه اللاعنين والملائكه المقربين والنبيين والمرسلين وجماعه المؤمنين عليهم لعنه الله والملائكه والناس اجمعين اللي يخالف الاصول كذلك والذي يخالف الفروع كذلك الله يطرده من رحمته واحد ما يصلي هذا ملعون واحد ما يصوم هذا ملعون واحد يأكل أموال الناس هذا ملعون يعني مطرود من رحمة الله والله يلعنه والملائكة يلعنوه والأنبياء يلعنوه والمؤمنون يلعنوه وليس لأحد من السلاطين أن يكفه عن شيء المقطع الأول كان لعن لمن يمنع المقطع الثاني نهي عن المنع ولهذه الوصية تتم نتركها إلى حلقة قادمة هذا وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين